عزيزي المشاهد برحب بيك تلميذ في مدرسه المسيح، تلميذ لاعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك انك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الاسئله، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياه التي عاشها المسيح، تسمح له ان هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها مجموعة من كنيستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشجعوا بعض انك تطبقوا الحياة دي وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم صلاتي ان ده يتحقق معاك امين اعزائي المشاهدين احبائي الحاضرين معنا داخل الاستوديو برحب بكم في حلقه جديده من مدرسه المسيح رحله طويله لسنوات عشناها واحنا بنتكلم عن دعوه للتلمذه عن معرفه الله عن معرفه انفسنا عن معرفه المسيح عن معرفه الروح القدس عن معرفه مبادئ العلاقه مع الله ازاي اموت عن نفسي ازاي اعيش للرب ازاي امارس هذه العلاقه مع الله ازاي نتحد كجسد واحد ازاي نعيش في حرب روحيه مع عدو الخير ازاي نشهد بايماننا للاخرين الذين من حولنا آه وكان من اكثر اللي يمكن الفصول اللي شفنا فيها تجاوب هائل من الناس شفاء النفس انا ونفسي ازاي اتصالح مع نفسي ازاي آه ربنا يشفي جراحي اللي من الماضي اللي الناس عملوها فيا او انا او الظروف صنعتها في حياتي. ابتدينا الفصل 14 مع بعض تحت عنوان العلاقات. وتكلمنا عن مبادئ عامه للعلاقات تسري على جميع انواع العلاقات. وبعدين تكلمنا عن مبادئ اختيار شريك الحياه ووصينا المتجوزين ما يتفرجوش عليها، متهيألي هم اكتر ناس اتفرجوا عليها مش عارف ليه. وبعدين تكلمنا عن مبادئ العلاقات الزوجيه والاسس الكتابيه للعلاقه دي ازاي ربنا صنع الزواج لنعيش سعداء وبكل اسف احنا مش بنقرا الكتالوج مش بنقرا الكتالوج فبنسيء استخدام العطيه الالهيه فبتفسد مننا وبنستغرب قوي فين الغلط ودايما بلوم الاخر قبل ما بلوم نفسي في الجزء ده هنتكلم عن الجزء الثالث اختيار شريك الحياة العلاقات الزوجية ثم تربية الأبناء تربية الأبناء إزاي كوالدين نربي أولادنا ننشئ أولادنا نسمح لهم أن ينموا في النعمة والحكمة والقامة عند الله وعند الناس زي ما هو مكتوب عن يسوع المسيح ودي حاجة مهمة للغاية ومرات كثيرة برضو بنجوز من غير ما بنقرأ كتالوج وبنخلف العيال من غير ما بنقرا الكتالوج وبعدين بنصطدم بواقع اليم جدا في علاقتنا مع ابنائنا. الرحله بتاعتنا في الحلقه ديت عايزين نقول احنا هنتكلم عن ايه في القضيه ديت؟ في تربيه الاولاد هنتكلم عن ايه؟ خلوني اخدكم بس في العناوين الرئيسيه في هذا الموضوع. عندنا مقدمه. مقدمة كده تساعدنا اننا نقول احنا بنتكلم في ايه؟ هو ايه موضوع تربية الاولاد دول؟ وبعدين هتكلم عن مبادئ عامة في تربية الابناء لكل مراحل العمر المختلفة. وبعدين هتكلم عن فهمي لمراحل نمو الطفل من اول ما هو جنين لغاية لما يسيب البيت ويتجوز، فهمي للمراحل الفسيولوجيه والسيكولوجيه بتاعه الطفل ده اللي انا محتاج اكون فاهمها عشان اتعامل معاه طبقا للمرحله العمريه اللي بي هو بيعيشها. وبعدين هنركز بالذات عن ما نسميه مرحله المراهقه من سن 12 الى سن 19 والتحديات الخاصه اللي بنواجهها كاباء مع ابنائنا في السن ده بوجه خاص. وبعدين هنتكلم عن الثقافه الجنسيه للطفل نقول ايه لاولادنا؟ ايه اللي اطفالنا محتاجين يعرفوه جنسيا مننا قبل ان يعرفوه من غيرنا بصوره مشوهه وبالذات مجتمعنا الشرقي احنا مش بنحب نتكلم ده في الحاجات دي مع العيال عشان ما يعرفوش <applause> لا هم هيعرفوا هيعرفوا اللي احنا ما نعرفوهوش وبطريقه بكل اسف مشوهه الثقافه الجنسيه للطفل وبعدين هنتكلم عن حاله خاصه اللي هي الطفل اللي عنده أب بس أو أم بس نتيجة ظروف معينة فبقى ما نسميه سنجل ماذر أو سنجل فاذر أنا لو أب وما أم أعمل إيه مع أولادي أنا لو أم وما أب أعمل إيه مع أولادي بالظروف مرات بتضطرنا فحيب عندنا بعض النصائح الخاصة للأباء أو الأمهات اللي هم مش عيلة بيربوا أولادهم وطبعا ما هو ده أفضل صورة لكن إزاي نتعامل مع القضية ديت. ربنا يساعدنا ان نقدر نغطي الحاجات دي كلها، احنا خدنا المقدمه ديت بكل عناوينها عشان ما حدش يسال في اللي جاي يعني يعني واحنا بنتكلم اسال في اللي بناخده دلوقتي، يبقى اننا هنيجي الم... طب ابني في سن اربعه هنيجي عند فتره المراهقه، طيب مش طب يعني هنيجي طب اقول له ايه؟ يعني احنا قلنا العناوين دي بس عشان خاطر نبقى عارفين ان احنا هنغطي الموضوعات دي تباعا، واحنا بنتكلم عن المبادئ العامه هنخصص بعد كده مراحل النمو مرحله المراهقه بصوره خاصه الثقافه الجنسيه وبعدين السنجل ماذر او السنجل فاذر الاب اللي بيربي ولاده بدون ام او الام اللي بتربي اولادها بدون زوجه. خلونا نبتدي بالمقدمه وافتكر كفايه قوي علينا في اول حلقه اننا نغطي الجزء ده المهم مقدمه الموضوع ده تربيه الابناء. أول حاجة عايزين نقولها إن في أب مثالي إحنا بنتعلم منه الأبوة أفتكر في رحلتنا في مدرسة المسيح إتكلمنا عن إيه يعني ربنا أبونا والإكتشاف ده مهم جدا خدناه في شخصية الله خدناه في مبادئ العلاقة خدناه في في شفاء النفس خدناه في جوانب كتيرة جدا وبنتكلم عن الله الآب أبوة الله هي المثل الحقيقي اللي حنستعين به في رحلتنا وإحنا بنتكلم عن كيف أكون أب أو كيف أكون أم ربنا طبعا مش مذكر وأنثى مش كده فهو أب وأم وبيقول الكتاب كده تدعونني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا فربنا عارف يبقى أب وعارف يبقى أم فإحنا المثل بتاع الأبوة والأمومة موجودة في الله عندنا شاهد جميل جدا بيقول لنا الحقيقه ديت بيقول ايه في له 11 وعدد 13 بيقول فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكم بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسالونه، وهنا بيعمل المقابله ديت ان احنا كاباء بنتعامل زي مع اولادنا ربنا كاب بيتعامل معانا ازاي كابناء المقابلة دي مهمة أو دروس هامة جدا في معنى الأبوة في معنى الأمومة هنتعلمها وإحنا في رحلتنا ديت من أبوة الله افتكر ربنا بيعاملك إزاي كابن هو عايزك تعمل كده مع أولادك إحنا مرات كتير بننسى المبدأ ده مبدأ بسيط جدا مبدأ بسيط جدا بيحبني إزاي بيحبني محبة إيه غير مشروطة بس أنا أحب أولادي حمى مزروطة يا دي الخيبة <applause> يا دي الخيبة خلي بالكم من الفكرة ديت بتعامل معايا إزاي بالقسوة ولا بالرحمة فإزاي بيتعامل معايا ده أفضل درس عندي واحد وراني كيف أكون أب كيف أكون ولي أمر كيف أعتني بخاصتي أعتني بأبنائي الله هو المثل الأعلى للأبوة الحقيقية عندنا دعوة كتابية بقى الكتاب يدعونا يدعونا كآباء أن نربي أولادنا أن ننشئ أولادنا يدعونا هذه الدعوة وبعدين بيقدم لنا المبادئ بتاعتها لكن الأول لازم أتحمل المسؤولية دي أفهم إن, إن, إن العيال دول مش هيطلعوا بس أنا وإنتي ليكي دور كبير جدا في التأثير على أولادنا عندنا آيات كثيرة قوي في أمثال 22 وعدد ستة بيقول كده ربي الولد في طريقه أو البنت طبعا فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه آية جميلة جدا هنرجع لها تاني في المبادئ بتاعتنا لما بحط ابني على السكة الصح لما بيكبر مش هيروح شمال وإيه ويمين بس أنا ما حطيتوش على السكة الصح لما يكبر هيروح فين هيروح شمال وهيروح يمين فدي مسؤوليتي اني يعني احطه في السكه الصح وهتكلم عن شروط السكه الصح ديت حته حلو قوي انا رب ابنك رب الولد فيه طريقه مش في طريقك هنرجع للكلمه دي لكن انا مفروض احطه في السكه الصح فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنهم في افسس 6 اربعة بيقول كده وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره ربوه ما تغزوهوش ما تغزش ابنك ما تغزوش. ربي ربيه ربي الولد كلمة ربي دي يعني raise him أب يعني كبره اعتني بيه زرعة بتسقيها وبتخلي بالك منها عشان يحصلها إيه؟ عشان تكبر وتثمر دي ربي الولد ربي الولد خلي بالك من الفكرة ديت فانا عندي ايتين واضحين جدا بيدعوني دعوة واضحة باني اربي الابن واحدة من العهد القديم من امثال واحدة من العهد الجديد لكن في كلمة ارتبطت جدا بالتربية اللي هي ما نسميه الايه التأديب ديسيبلين ربي ريز هيم اب نميه كبره انشئه ها حطه على السكه الصح من واحدة من الكلمات اللي ممكن تستخدم كمرادف لكن هي مبدأ في حد ذاته هي كلمة تأديب ودي جت كتير قوي أمثال 22 15 بيقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد وهنرجع لها الآية دي تاني لأنها جميلة جدا عصا التأديب تبعدها عنه تبعد عنه إيه؟ الجهالة أنا ما ما ربيتش ابني الجهالة حتى رافقه أنا ما أدبتش ابني الجهالة حتى ترافقه انا ربيت ابني انا ادبت ابني الجهالة هيتحصل لها ايه هتفارقه عصى التأديب تبعد عنه الجهالة أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك ما تخصوش عليه أنت بتأدبه مش بتموته وإحنا مرات نعمل بنقول لأولادنا هموتك يا دي الخيبة يا نهار أبيض أنت هتموت ابنك انت بتقول هزار بس دي ما فيهاش هزار ما فيهاش قال بالك من الحكايه دي الترجمه المشتركه بتقول ادب ابنك ما دمت قادرا ولا تتاخر لئلا تفقده جميله قوي ما دمت تقدر تادبه ادبه ما تتاخرش في والا هتفقد ابنك ودي اوضح يمكن من الفاندايك اللي معانا أمثال 19-18 ليه؟ هناخد آيات كتير قوي في السكة دي فأنا عندي دعوة واضحة وصريحة بإني أربي ولدي وان في التربية دي أؤدب ابني إني أحطه على السكة الصح إني أسمح له ينمو ويترعرع وورقه يخضر والثمر يأتي من حياته ويكون شجرة يانعة يعني يعني. ليه؟ الدور ده مهم وغياب الدور ده ممكن يؤدي الى ايه لماذا يجب ان نربي اولادنا احنا كلنا مقتنعين اننا هنربي عيالنا لكن احنا مش عارفين قوي واحنا لازم نعمل ده ليه خلي بالك من المبدئين اللي جايين دول الطفل بيولد عجينه غير مشكله زي الصلصال اللي في ايدي ارجو نفهم الفكره دي طفل بيتولد عنده عنده مواصفات طبيعيه وهنتكلم عن الحكايه دي, دي لكن ما عندوش مواصفات اخلاقيه ما, ما, ما هو مش متكون بيولوجيكالي حتى قادر على الحياه لكن هو مش رجل ناضج او او امراه ناضجه مش كده ما يقدرش يتجوز ها ما بيقدرش يتكلم ما بيقدرش يمشي الطفل بيتولد عجينه غير مشكلة نمرة واحد والحاجة التانية مالها طرية طرية قوي طرية قوي أي حاجة ممكن تعلم فيه أي حاجة ممكن تسيب تأثير فيه لأنه طري فهو مش متشكل مش متشكل و التربية هي إيه؟ إني أنا بعمل إيه؟ بشكله 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 الجهاله مرتبطه بقلب الولد ما يعرفش <applause> ما يعرفش يتكلم ما يعرفش يمشي ما بيعرفش الصح من الغلط ما يعرفش ما يعرفش ايه المفروض وايه مش مفروض ما يعرفش ايه الخطر ما يعرفش ايه الخطر بيلاقي خرمين كده في الحيطه فبيلاقينا بنحط الفيشه والكهرباء بتنور فهو عايز يعمل ايه هو عايز يحط صباعه عشان عايز ايه عايز عايز ينور الجهاله مرتبطه بقلب الولد هو مش متشكل هو مش متكون خلي بالكم احنا مش بالنا من الجاية دي احنا علينا اننا نصيغ هذا الانسان بتاديب الرب في مخافه الرب بالطرق الصحيحه نحطه على السكه الصح فمتى شاخ لا يحيد عنه الحقيقه الثانيه المرتبطه بالحكايه ديت ان العالم من حوالينا بيحاول يشكله مغطري صح وهو طول ما هو عايش في الدنيا ديت وبتعامل مع الناس مظبوط الناس بتحاول تعمل ايه بتعلمه بتشكله بتقول له الصح والغلط طبعا بتقول له الغلط مش الصح مظبوط ف في كل العلاقات اللي موجوده حتى مع بابا وماما احيانا هم اللي بيعوروه لكن يعني انا هفترض ان انتوا اباء هايلين لكن العالم اللي حوالينا مش هايل عنده قيم بايظه وبيترك اثار جامده جدا بيروح المدرسه زي ما قلنا في في شفاء النفس بيتجرح من اصدقاء بيتهزق لو تخين لو رفيع لو قصير لو طويل اي حاجه فيه هيبهدلوه بيقارنوه بغيره لو مستقيم بالطريقه عليه لو لو ما بيغشش بالطريقه عش كده فالعالم بيشكله بيشكله ولانه مش متشكل ولانه طريق العالم بيؤثر فيه تاثير ايه هائل إذا أنا بقى ما قاومتش هذا التأثير وصححت أول بأول التأثير دوت وأول بأول الخرم للعالم عمله ده أنا ما رحتش مرممه وظبطه قلت له لا يا حبيبي لك ده غلط والعوج اللي اتعمل لا يا حبيبي دي السكة مش كده ده أنت جود بوي وأنت مش عارف إيه وأنت هتمشي العدل فاهمين بقول إيه؟ إذا أنا ما صلحتش التأثير السلبي دوت التأثير السلبي ده هيترك فيه علامات تبقى مع الأيام خلي بالكم بقى, بقى من الحقيقة دي اللي قلناها برضو في شفاء النفس إن الإنسان مكون من نوعين من الصفات في صفات مكتسبة وفي صفات موروثة الصفات الموروثة دي موجودة على الجينات بتاعتنا والجيناتكس النهاردة تفك الكود بتاع الجينز بتاع الإنسان اللي على الكروموزومز اللي فيها لون شعرك ولون عينيك وطولك وذكاؤك و, و و و بس كل المواصفات الموروثه ديت مواصفات طبيعيه مش اخلاقيه ما اناني ولا محب ما متكبر ولا متواضع ما مستقيم ولا اعوج ما صادق ولا كذاب ما حقيقي ولا مزيف مظبوط كل الصفات الاخلاقيه صفات ايه؟ مكتسبه كلها صفات مكتسبه فهو اخلاقيا مش متشكل وعجينه طريه والعالم بيعوجه وبيعلمه غلط كل حاجه الحب يتحول الى جنس ونجاسه الكبرياء بيبقى هو العظمه الغش بيبقى هو الحكمه والدهاء وباسهل الطرق تقدر تجيب درجات عاليه جدا فالعالم بيشوهه بيشوهه في الصفات الايه؟ المكتسبه الاخلاقيه اللي هي بقى بتصنع منه انسانيته الحقيقيه اللي بتحدد في الاخر الراجل ده هيمشي عدل ولا هيمشي معوق طول عمره اللي اللي هيحدد فيه عنده ثقه في نفسه ولا هيطلع عنده صغر نفس تربيتي ليه تربيتي ليه هي بشتغل على الصفات الأيه؟ المكتسبة أني عايز أزرع فيه المبادئ الحقيقية اللي تجعل منه إنسان سعيد اللي تجعل منه إنسان مستقيم مفروض ظهره رأسه مرفوع على فوق متأكد من اللي عنده عارف هو عايز يعيش إيه وعارف يعيش الحاجة دي عنده ثقة في نفسه فاهمين بقول إيه؟ دي مسؤوليتك دي مش هتحصل لوحدها دي لو بابا وماما ما عملوهاش محدش ايه هيعملها ربي ولدك ربي ولدك ربي ولدك اذا ما ربيتوش العالم هيربيه وهيطلع <applause> مش متربي كويس <applause> الغريبه قوي وهنقول العباره دي كتير قوي اباء كتير قوي يبصوا ولادهم كده يقول له يعني ايه حضرتك يعني بتهزأ مين دلوقتي؟ هو مين اللي كان المفروض يعلمه الأدب؟ هو دي كانت مسؤولية مين؟ هو كان عجينة إيه؟ طرية، طلعت العجينة ديت ما عندهاش أدب، <applause> يبقى مين اللي ما عملش دوره؟ هو ها؟ يبقى أنا دي مسؤوليتي، دي مسؤوليتي أمام الله وأمام الناس وأمام ابني مش عاجبه الكلام <applause> عايز اتوقف هنا لاني عايز اتاكد ان احنا مستوعبين الحقيقه ديت ان احنا كاباء عندنا مسؤوليه كبيره جدا في اعناقنا احنا ما جبناش اطفال عشان نلعب بيهم،, بيهم عشان نتسلى بيهم عشان يرثوا اسمنا وتبقى مصيبه لو ما جاش ولد لان يبقى اسمك راح مع الزمن فالمهم ان يجي ولد عشان يفضل حامل اسمك بعد ما انت تموت مش عارف ايه لازمته يعني ما انت يعني يعني مش هتبقى موجود يعني فهو ايه ايه لازمه ان يبقى اسمك خالد مدى الايام يعني ذكرى الصديق وليس اسم الصديق يعني يبقى مسؤوليتي اني جبت انسان انا مسؤول عن ربي ولدك ربي ولدك اذا سبته هيتفعص هيطلع مخرم هيطلع كل حاجه فيه مشوهه لان العالم ما يعرفش غير انه يعمل كده ما يعرفش ما عندوش حاجه تانية يعملها ما عندوش حاجه تانية يعملها وانا دوري مش بس تو كاونتر اكت اني انا اصلح التاثير السلبي اللي العالم بيعمله فيفضل مدور كده كورة مدورة لا شكل لها ولا منظر وكل اللي أنا عملته معاه إن كل خرمة خرمه أنا رحت إيه رحت مرجعه تاني وملزقه ففضل كورة كده يلعبوا بيها الناس كورة شراب لا أنا عايز أشكله بتأديب الرب وإنذاره في طرق الرب المستقيمة أنا عايز نسل صالح ليا لا ليه؟ ليه؟ عشان عشان هو يعيش سعيد عشان هو ينجح في حياته عشان يكون زوج عشان يكون اب تاني عشان يقدر يكمل سكته في طرق مستقيمه فمتى شاخ لا يحيد عنه اسمحوا لي اتوقف هنا واسمع اي اسئله من حضراتكم في هذا الشان اللي احنا اتكلمنا فيه كلام حضرتك اللي قلته جميل جدا لكن انا شايفه فيه صعوبه، صعوبه صعبه قوي. يعني انا وانا حضرتك بتحكي تذكرت بنت صغيره بنتي في المدرسه انا بعلمها الكتاب المقدس بعلمها انها ما تكذبش. التعليم اللي في المدرسه لقيتها بتقول لي يا بابا ازاي انت بتقول لي ما تكذبش كتاب المقدس بيقول لي لا تكذب وفي المدرسه الابله بتقول لي ممكن الواحد يكذب عشان يصالح صاحبه. ولقيت في اختلاف المجتمع الحولية دايما بيزرع في 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 ابني امور سلبيه وهو معرض تقريبا وقت طويل جدا انا مش عارف اعمل ايه ده سؤال كويس قوي وده اللي احنا كنا بنقوله ان العالم هيعلم ولادنا شئنا او لم نشا قيمه مظبوط طيب مين تاثيره اكتر على ابني انا ولا المدرس <applause> هيصدقك انت ولا هيصدق المدرس؟ <applause> اقول لي الحقيقه؟ ايوه يعني البنت صدقتني انا بس خافت من المدرس او من المس بتاعتها لا او هي ما طلبتهاش تكذب بتقول لها هي بتنصحها انها تكذب آه. عشان تصالح مع الناس هي ما امرتهاش وبعدين حتى لو طلبت ده حتى لو طلبت منها تقول لها انا متعلمه اني ما اكذبش السؤال هي هتصدقك انت اكتر ولا المدرسه اكتر مفروض انت اكتر بس احيانا بيصدقوا المدرسه اكتر ليه ليه عشان انا مش قريب من ولادي عشان مش بدوري عشان انا مش بطل قدامهم عشان انا مش مثل وقدوه ده اللي هنقوله فانا بكتسب قدرتي على التاثير على اولادي من الطريقه اللي انا بعيش بيها من الاستثمار اللي أنا بعمله معاهم قبل ما تروح المدرسة وتسمع الكلام دوت الم? الخمس ست سنين اللي قبل ما تروح المدرسة ديت كان في مدرسة كان في مدرس كان بتسمع مين بابا وماما كويس ربي ابنك في طريقه متشاخ لا يحيد عنه أنا استثمرت في الفترة دي ولا لا أنا زرعت وسقيت ولا ما زرعش أنا شكلت ولا لا ولا ما خدتش بالي وبعدين فجاه راح المدرسه وبعدين ابتدى يجي يقول لي وانا ما كنتش قلت له فالسؤال المهم هو مين تاثيره اكتر على الاولاد انا ولا العالم في اسر كثيرة العالم تاثيره اكتر لان الوالدين غايبين مش مهتمين مش قريبين هنتكلم في ده بالتفصيل الشديد فاحنا اتفقنا العالم هيأثر صح؟ لو انت ما قمتش بدورك ما عندناش أمل. لو أنا مش تأثيري أكبر يبقى برضو ما عنديش إيه؟ أمل. وبعدين أنا بابا وماما. أنا بابا وماما ده أنا بأثر من الناحيتين. هنيجي الحتة ديت، مظبوط؟ ممكن نودي المايك ورا أنا عندي مشكلتين. مع أخوي أنا بنتي ده بتدرسه. يعني ده بتدرس بتقول في بت... سؤال في الامتحان امتى نقدر نكذب في الحروب او في المصالحه؟ فانا دي مشكله اولانيه ف حضرتك ساعدني احلها ازاي؟ الحاجه الثانيه وانا بسمع دلوقتي انا خايف انا عيالي صغيرين ينفع ابتدي اشكل فيهم او ينفع اعالج طب واللي عياله كبروا هل في امل يا ولا الدنيا باظت خلاص؟ خليني ارجع للسؤال الاولاني لو في ماده بتقول للطفل كده هقول له ده راي ناس ده مش رايي لو جالك سؤال قول راي الناس دي كذا 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 فانا بقول له ده راي الناس ده مش رايي انا فيبقى عارف فرق بين رايه وبين راي الناس دي واضحه كده السؤال الثاني انا اتاخرت عن تربيه اولادي في عباره كده مشهوره قوي نيفر تو ليت عمره ما كان متاخر لدرجه ما اقدرش اعمل حاجه بس هيبقى اصعب قوي صح يعني حاجه اتعوجت وبعدين دخلت الفرن فنشفت وهي طريه سهل قوي اعمل ايه اشكل فيها نشفت هبقى التشكيل فيها بالتكسير في الاول ده بالضغط بس كده ده بشويه حنيه بشويه انامل كده اقدر اشكل اللي انا عايز اشكله مظبوط انا اتاخرت حبز المجهود مضاعف وهتبقى في خسائر لكن على الاقل هتفادى خسائر ايه اكبر لقدام لكن انا اتاخرت خلاص بقى بايظة بايظ لا لا ما فيش حاجه اسمها كده ربنا ما عندوش آآ آآ ما عندوش إنما اضاعه إن الفرصه يبقى ما لا ربنا عنده الفرصه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وبالذات لو انا مدخل ربنا في الموضوع فانا مش بشتغل لوحدي انا بشتغل انا ومراتي وربنا في الموضوع موضوع تاني خالص قصه تانية خالص سؤال تاني طيب ناخد كان في سؤال هنا قبل لكن طيب ممكن نروح الناحيه الثانيه وبعدين نرجع هنا وانا سؤالي اكتر لانه مثلا في عائلات قريبه مني في الصفات الموروثه الولد بيبقى عنده مشكله والمجتمع بتاعنا بيعرف الشخص احيانا يقول لك زكريا اللي هو القصير ده مش عارف ايه لو الولد عندي عنده مشكله أنا كبيت أعالجه إزاي؟ أو أو أديله صورة إنه أنت كويس أوي مع إنه في مشكلة حقيقية في الولد. لو الصفات الموروثة فيها مشكلة زي إن هو قصير زيادة، ها؟ أه؟ أنا بفهمه هو القيمة في طولك ولا في شخصيتك؟ هل الطويل أوي ده أعلى من الناس كلها؟ انجح واحد الاغنياء كلهم طوال القصيرين كلهم فقراء الطوال كلهم سعداء القصيرين كلهم تعسه مش حقيقي مش عايز فانا لما بقول بص حواليك دي لي مش حقيقه دي مش حقيقه وبعدين انت دلوقتي قصير وانت صغير ياما ما قصيرين وهم صغيرين لما لما كبروا طولوا صح وبعدين دلوقتي حتى الموضوع دوت ليه علاج يعني بقى في علاج دلوقتي بنزود طول من الناس. فالفكره اني انا براجع معاه تاني القيم. حبيبي هي القيمه في الطول ولا في الشخصيه؟ القيمه في البرواز ولا في الصوره؟ في ناس بروازها شيك قوي والصوره من جوه خربيش قطط. في ناس البرواز بسيط والرسمه من جوه مايكل انجلو اللي رسمها. فان جوخ اللي رسمها. ملايين. ملايين ملايين تمنها وتشيل البرواز وترميه وتبيع الصوره ما تبيعش برواز اصلا كتير من الصور دي مالهاش برواز اصلا لان الفنان مش هو اللي عمل البرواز ده اللي عملها واحد نجار فالقيمه فين؟ في البرواز ولا الصوره تاني هيصدقني انا اكتر ولا هيصدق الناس؟ هو فعلا هيصدقني انا اكتر أنا الامان فيا لكن انا مشكلتي مع الناس وبيقولوا له حاجه حقيقيه فيه وهو شايف من من حوالين الناس ما انا ما انكرتهاش فعلا عندي مشكلة. انا قصير انا ما انكرتش انا قلت له لا حبيبي انت طويل انا ما انكرتش انت قصير بس القصر مش عيب فهمت فاهم عايز اقول ايه؟ العالم بيقيس بمقاييس معينه انا لازم اقول له مش دي مقاييسنا مقاييسنا شخصيه انت مين؟ ده القيمه مش طولك كام؟ ولا وزنك كام مش هو ده انا فاهمه ومقتنعه بس عمليا حاسه انه لما اجي ربي او اللي انا بسمعه كتير قوي انه اربي اول ما بتيجي في دماغي انا اربي اضرب ابني وانا حر اضرب ابني ويعني عندي مشكله في الحته دي انه انه كتير من الاباء انه حاسس انه انا اتربيت بالضرب وطلعت راجل كويس او انا ام اتربيت بالضرب وطلعت كويسه وفي طريق ربنا وربنا في الكتاب قال ربه وسابنا احنا نختار احنا هنسمع هنسمع مثلا راي الاسيس سامح ده رايك مش لازم يكون راي صح وربنا في الكتاب سبعه مفتوحه اللي يخليني انا اقتنع برايك وبعدين ممكن يعني أكفاية. انا كفاية بقى... اه بس حاجه تانية <applause> حاجه تانية انه شايفه انه الشخص اللي هو مقتنع بالضرب وانه اي حاجة بيبقى مقتنع بانه ده سيستم حياة انه يعني في اي سن في اي مرة في اي حاجة وانه وانه كمان انه انا شخص حلو وزي ما انت عمل فيا انا هعمل ممكن يكون هو شايف نفسه حلو بس الناس مش شايفة يعني مش عارفة الفكرة وصلت ولا لا لا الفكرة وصلت احنا هنتكلم عن 12 مبدأ في التربية 12 مبدأ كويس؟ إذا أنا أخذت ستة وسبت ستة منهم ينفع؟ هنقول في 12 قانون لتربية الأولاد كتابي مش رأيي ده مش رأيي ده مش رأي سامح موريس أنا م م مش بقول في مدرسة المسيح رأيي صح؟ في حاجات بقول رأيي بس في حاجات بقول ده ربنا بيقول بس كده؟ يعني عند الضرب هنقول ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول الكتاب إيه. بيقول إيه؟ مش أنا بقول إيه؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ فإحنا والعباره اللي استخدمها الكتاب في الضرب ايه العباره اللي استخدمها الكتاب في الضرب فاحنا فح... هن حن... هنقول الكتاب بيقول ايه ال12 دول كلهم ال12 دول هنقول بعضها مبادئ مطلقه يعني مش محتاجه اطلعها من الكتاب مبادئ منطقيه بحته يعني سيكولوجيه بحته ما حدش فينا هيقول عليها كخه لكن حاجات كتير احنا بنجيب الايات بتاعت زي زي احنا ماشيين كده احنا جبنا حاجه من عندنا دلوقتي جبناش حاجه من عندنا ف... إحنا هنتكلم عن 12 مبدأ ما ينفعش يبقى المبدأ الوحيد في التربية هو الضرب. يعني واحد من 12 ده نصائد بالثلاثة. حتى لو الضرب صح. م? فأنا عندي 12 حاجة هنتكلم فيها مع بعض. ده غير ثلاث ملاحظات يعني هم 15. يعني يعني ها؟ اه؟ فإحنا هنتكلم عن قوانين تربية الأولاد. زي ما جينا اتكلمنا عن العلاقات الزوجية قلنا حاجة واحدة. قلنا مجموعة كبيرة من الحقائق. ما ينفعش آخد دي وأسيب دي. مش مش هتمشي. بالذات بقى مع تربية الأولاد لأنهم غير مشكلين ولأنهم تراي ولأن العالم بيعمل إيه؟ بيأثر فيه أنا عندي ثلاث قضايا مهمة جدا تخليني دوري أكبر بكتير مما أتصور في تربية أولادي فهنيجي الحكاية دي ناخدها بالتفصيل سؤال تاني أنا الحتة بتاعت أن أبوة الله لينا هي المثل في التربية ساعات برر لنفسي وأمهات كتير برروا لنفسهم انا غير الله انا متعرض لضغوط متعرض عندي ضعفاتي يمكن محتاج شفاء نفسي يمكن عندي عقد يمكن حاجات كتير فازاي تتحسب ازاي تتعمل ده سؤال جميل قوي اشكرك عايز اقول كذا حاجه فيه اولا كلنا هنغلط وبنغلط ومحدش ما بيغلطش يعني يا غلطت مع ابني مع اولادي فانا مش مش لا ادعي ان انا عملت ال 15 نقطه دي مع لا بغلط لان احنا تحت الضعف اللي بيبوظ ابني مش اني غلطت اللي بيبوظ ابني اني بستمر في الايه؟ في الغلط. ابني عجينه ممكن اغلط اقدر اعمل ايه؟ اقدر اصلح ولان الكائن الانساني ربنا عمل لنا في البيولوجي بتاعنا في التركيب البيولوجي بتاعنا حاجه اسمها ريجينريشن يعني الخلايا تستطيع ان تجدد نفسها انت لما بتتعوري وتقفيل الجرح كده وتضمضيه و... 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 يحصل له ايه؟ يخف نفسية الإنسان عندها القدرة ديت لو عالجناها ايه؟ صح فأنا ربنا مش بيطالبني بالكمال ربنا بيطالبني لما أغلط أعمل ايه؟ أصلح أولا لما أغلط أقول ايه؟ أنا آسف <applause> ودي صعبة علينا قوي ها هنتكلم في المبدأ ده مهم جدا وبعدين أصلح اللي عملته ها يعني الغلطه دي اروح عامل قدامها خمس ست حاجات عشان تصلحها. واحد كنا في محاضره كبيره حد أبها كده كبير قوي في امريكا وبيدي محاضرات راجل كبار قوي يعني. فقال لنا العباره ديت ويمكن سمعتوها مني قبل كده قال الكلمه الغلط اللي بقولها لابني بحتاج عشر كلمات صح عشان امسحها. اقدر اصلح مش ما مش ما اقدرش ف كلنا هنغلط كلنا هنغلط في اشياء كثيره نعصر جميعنا ومع اولادنا يعني هنغلط المهم عدم الاصرار على الغلط والمهم تصحيح الايه الغلط فده آآ آآ بادئ بادئ انا بقى عندي عقد واطلعها في عيالي طب حرام عليا طب اخف طب اخد شفه من ربنا طب اعمل مشوره مش كده يعني ما اتعامل مع ضعفاتي ليه اطلعها في عيالي انت مش حرام عليا يعني وبالعكس ولادي هيشجعوني اني اعمل كده مع نفسي لاني مش بس بظلم نفسي وجوزي ها ده انا بظلم جوزي ونفسي نفسي عيالي ويمكن قلبنا بيرق على عيالنا اكتر من نفسنا وجوازنا ها فان شاء الله عيالنا هيساعدونا في الحكايه دي قوي ان احنا نتعامل مع ضعفاتنا على الاقل إذا ما كانش من أجلنا فمن أجلهم مظبوط؟ روحنا الناحية التانية معلش اتفضلي أه عندي سؤال وتعليق عندي دلوقتي بنت سنتين وعندي إحساس بالرعب من فكرة تربية الأطفال أو التربية عموماً يعني حاسة إن أنا مش مش عارفة أربي أو مش عارفة أتعامل معاها العجينة بحسها طرية سهلة أشكلها مش, مش مفيش أي ردود فعل لكن هي خلاص بنتي ابتدت اشكل في رد فعل في عندي في لا ف كتير قوي اقول له تعالى شوفها انت تعالى زكريا شوفها انت انا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده فاعمل ايه انت خايفه لانك مش عارفه المفروض تعمل ايه صح معرفتي بالكتالوج <applause> بتعامل ازاي مع المكنه دي او مع المشروع ده هيخلي الخوف اقل صح فجزء من خوفي اني انا مش عارفه لو انا عارفه ايه المبادئ وايه اللي المفروض اعمله وعملته مش هخاف انا عملت اللي عليا خلاص صح نمره اثنين يعني عندها كم عندها سنتين هندرس الحكايه دي في حاجه اسمها تربلتوز <applause> عند سنتين يبتدي الطفل يقول ايه لا فانا كل ما اعملها يقول لي لا فافتكر هو عنده كام سنتين طبيعي الواد البنت طبيعيه خالص ما تتخضيش ها وده من اللي هنتكلم عنه في مراحل الايه النمو هي المرحله دي احتياجها ايه واعمل مع ده غير مبادئ التربيه عندنا مبادئ التربيه دي 12 ها وبعدين هنقول لكل مرحله احتياجات غير الايه غير الثانيه لازم اخلي بالي وردود افعال غير التاني فما تخضش اللي عند مرحله المراهقه فجاه يبقوا مش عايزين يبقوا يبقى قبل كده صاحبي وبعدين فجاه مش عايز يصاحبني صح؟ يعني كان بيحكي لي كل حاجه بطل يحكي كل حاجه فيعني يعني, يعني ابن من ولادنا لما لما سالناه في ايه؟ انت يعني كنت بتحكي لنا وكنا اصحاب قال صحابي يقولوا لي يقولوا عني ايه وانا بحكي لكم وانا مصاحبكم هم كلهم زعلانين من اهلهم انا يعني اقول لهم انا مبسوط باهلي شكلي وحش قدام اصحابي فاهم فهمي للمرحله بيخليني ما اتخضش واقدر ايه اتعامل صح واضح فكرة أني عندي رهبه ده مطلوب الرهبه بتخليني متواضع وبدور على المعرفه ان انا واخدها بدراعي لا 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 دي اسهل حاجه دي التربيه دي اسهل حاجه سيبني بس انا ح... يعني هشلفطه لاني انا بدعي المعرفه ولست اعرفها فانا مبسوط انك خايفه اتعلمي اعرفي اقري ذاكري طبقي هتغلبي الخوف وهتعمليها صح اتمنى اكون جاوبت حضرتك طيب اوكي كملي بس احنا معانا وقت قليل قوي فغالبا ده اخر سؤال بس وانا بعملها هبهدلها برضو معايا ازاي يعني وانا بتعلم لسه في حاجات كتيره لسه مش عارفاها فبتتبهدل في الطريق معايا ما هو كان المفروض اذاكر قبلها يعني ايه يعني, <applause> يعني, قبل ما اخش الامتحان المفروض اعمل ايه ابقى ذاكرت احنا بنقول للناس قبل ما تتجوزوا روحوا احضروا سيمينار ايه المتزوجون مظبوط في ناس يعني بتتجوز وبعدين تجيلنا بعدها سنه وسنتين يكونوا لخبطوا الدنيا وبعدين يصلحوا مظبوط؟ ففي ناس بعد ما يخلفوا العيال وتكبر يبتدوا يذاكروا تربيه الاطفال. هقدر اصلح بس هتبقى اصعب شويه، مظبوط؟ بس ملحوقه، سنتين ملحوقه ها؟ سنتين ملحوقه، غير 12 سنه، غير 22، صح؟ يعني 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 عندي فرصه لتصحيح الاخطاء بتاعتي، فما يعني ما تتخضيش، بس انا مبسوط انك انت يعني خايفه. سؤال صغير هنا؟ انا بس عايزه اسال على السن اللي هو لسه لين واقدر اشكل فيه. أو ما يبقاش لسه ما يبقاش نشف مني، يعني لحد كام سنة يبقى لسه لي يعني طبعًا زي البتاعة دي دلوقتي إحنا ابتدت تنشف، <applause> فبيتولد مطاري خالص، صح؟ سنة اتنين كل ما بسيبه بيحصل له إيه؟ بينشف. لكن لغاية سن المراهقة التشكيل سهل أوي. وإذا أنا نجحت قبل سن المراهقة إني أبني الكباري المظبوطة مع ابني أو بنتي هنقدر نعدي سن المراهقة بنجاح لأن ده من أخطر المراحل اللي ممكن تاخده يمين أو تاخده شمال فلغاية الفترة ديت لازال التشكيل ممكن لكنها ما, ما فيش حاجة اسمها كمل أربع سنين نشف يعني ما هيش كده <applause> يعني الساعة خمسة ونص الفرن اتحرق هي يعني كده هي حاجة تدريجية جدا زي دي واحنا سايبينها شايفها عمالة اتغير اهي خلاص ف وتجير من بره لكن لسه طريقة ايه؟ من جوه فهي تدريجية جدا على الأقل لغاية سن 12 سنة أنا عندي فرصة إني أعيد التشكيل والتصحيح عايز أشكركم عشان الرحله اللي احنا هنطلعها مع بعض في الحلقات دي تربيه الاولاد وانا عارف ان ده تحدي كبير قوي. وناس كتير بتسال فيه وبكل اسف رغم وجود كتب كتيره دلوقتي ما كانش ايامنا كتب كتيره لكن الدراسه اللي أنا اللي هنقدمها مع بعض دي هي تلخيص لبعض الكتب دي لا ادعي اني انا الرجل الذي افهم لكن دي ملخص كتب كتيره لدوبسون ولغير دوبسون فبعض الكتب ساعدتني جدا انا وزوجتي في اننا نجمع الحقائق ديت ونحاول اننا نطبقها في حياه اولادنا، وعايز اكد لكم ان القوانين دي والحقائق ديت تاثيرها هائل هائل يفوق ما نتصور او ما نتوقع، لكن مطلوب مني اني اقرر اني اكون تلميذ تلميذ مش بس عايز افهم عايز اطبق. تلميذ مش اللي بيذاكر عشان يكب المعلومات في الكتاب أو في الامتحان وينجح. تلميذ هو اللي عايز يعيش اللي هو اتعلمه دوت وافتكر في موضوع العلاقات ديت واضح ممكن احفظ واسمع لكن لا مع شريك حياتي بعمل كده ولا مع اولادي بعمل كده مش هيفيدك في حاجه خالص. معرفة مش في حاجه خالص. لان المعرفه دي تطبيقيه بحث دي ليست للكومن ليس للمعرفات المعرفة العامة لكنها للحياة وللتطبيق أشكركم وأشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لينا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من مدرسة المسيح ربنا معك أمين مدرسة المسيح في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها وورد تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية تقدر تلاقيها بي دي اف تقدر تلاقيها باوربوينت أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون ام بي 3 عشان تقدر تسمعها او تكون للايبود بتاعك او تكون للايفون بتاعك او تكون كمان ويندو ميديا بلايرز والسي دي هات الدي في هاي كواليتي موجوده في جميع المكاتب المسيحيه من الان فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك الى ان نلتقي ربنا معك